بالعودة إلى تفاعلات الشأن الفلسطيني والهبة الفلسطينية الواسعة في القدس المحتلة، احتجاجا على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين من أداء صلاة الجمعة ووضع بوابات إلكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف. تنضم إلينا من حاجز قلنديا مراسلتنا يارا العملة. يارا، إذا مواجهات شهدها الحاجز، لو توصفي لنا الوضع لديك وأيضا حدة هذه المواجهات يارا. نعم سارة، يعني بالفعل نحن نقف أمام حاجز قلنديا شمال مدينة القدس. هذه المواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة مباشرة، إذ أدى اليوم المصلون من مخيم قلنديا ومن مدينة رام الله أيضا صلاة الجمعة أمام الحاجز. كان من المفترض أن تقام صلاة الجمعة في الشارع العام، ولكن قوات الاحتلال تقدمت باتجاه المصلين وبدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي باتجاههم وفرقتهم، ولكن عادوا وأدوا الصلاة أمام بوابات أو أمام الحاجز مباشرة. عقب الصلاة اندلعت مواجهات عنيفة جدا وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. تشاهدون من خلف الحاجز مغلق، ومن خلف الجهة الثانية وهي مدخل مخيم قلنديا يحتشد المتظاهرون، وهناك مواجهات مندلعة بطبيعة الحال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل بكثافة باتجاه، كما تستمعي سارة، باتجاه المتظاهرين. وأيضا هناك أيضا هناك تأهب واستنفار كبير من قبل قوات الاحتلال هنا في هذه المنطقة من خلف عند البرج، وأيضا في الجهة التي تشاهدون أيضا هناك سيارة المياه العادمة وهي تستعد، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتحرك، تستعد باتجاه أن تتحرك باتجاه المتظاهرين لإطلاق المياه العادمة وتفريقهم وإنهاء هذه المسيرة وهذه المواجهات التي كانت اندلعت عقب خروج المتظاهرين نصرة للأقصى ورفضا للبوابات الإلكترونية التي فرضتها سلطات الاحتلال على بواباته في محيط المسجد الأقصى. هذه المواجهات لم تقتصر فقط على مدينة رام الله، هناك كل الضفة الغربية تشهد نفير عام عقب صلاة الجمعة اليوم تضامنا مع المقدسيين، وقد خرجت أيضا في مدينة بيت لحم أدوا الفلسطينيون هناك صلاة الجمعة أمام حاجز قبة رحيل في مدينة الخليل كذلك الأمر، وفي شمال الضفة الغربية. عن الإصابات التي خلفتها هذه المواجهات، هنا تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ميدانيا مع 15 إصابة، معظمها كانت الاختناق بالغاز المسيل للدموع، و29 إصابة في مدينة بيت لحم تنوعت ما بين الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز أيضا الاختناق جراء استنشاق الغاز. أريد أن أشير إلى أن قبل قليل انطلقت مسيرة من وسط مدينة رام الله باتجاه حاجز بيت إيل المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبالطبع من المحتمل والوارد جدا أن تتحول هذه المسيرة إلى مواجهات وإلى أن تقمع. أريد أن أشير سارة أيضا في هذا السياق إلى ردود الفعل الفلسطينية حول استمرار إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين وفرض البوابات الإلكترونية. الرئيس محمود عباس من المفترض أن يجتمع اليوم مع منظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأيضا مع اللجنة المركزية لحركة فتح للوقوف عند هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس، والذي اعتبره الرئيس. هل من المتوقع أيضا أن تستمر هذه الفعاليات خلال الأيام المقبلة مع استمرار الإجراءات غير المسبوقة ضد الأقصى؟ نعم سارة، يعني هذا يعتمد على بقاء واستمرار هذه التشديدات والإجراءات غير المسبوقة كما تفضلت في المسجد الأقصى، وعليه هناك دعوات يومية ودعوات إلى النفير العام ليس فقط في الضفة الغربية وإنما في قطاع غزة وفي الداخل المحتل. اليوم كان قد أعلن عن إغلاق أبواب المساجد في الداخل المحتل وأيضا في الضفة الغربية حتى تقام الصلوات تضامنا مع المصلين في الشارع العام، واحتجاجا على
على كل هذه الممارسات، وبالتالي فإن الإجراءات التي يشهدها المسجد الأقصى في حال استمرت فإن الدعوات مستمرة للخروج إلى مناطق التماس وصد كل هذه الإجراءات والتعبير عن رفضهم لما يجري للمسجد الأقصى. أمامي هناك جنود مشاة، لا أعلم لماذا يعودون إلى الحاجز، ربما هناك دفعة أخرى سوف تتجه باتجاه المتظاهرين من خلفي، ولكن أشير إلى أن جنود الاحتلال ما زالوا يقفون من خلفي. لو تقترب الصورة أكثر إليهم، جنود الاحتلال ما زالوا يتمركزون أمام المتظاهرين وسيارات الإسعاف تحاول تقديم المساعدة والعلاج الميداني للمصابين هناك. دعينا نشاهد الصورة سارة. نعم، نتابع معك يارا هذه المواجهات المندلعة على حاجز قلنديا بين الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا نصرة للأقصى وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كما إذا تشاهدين هم يعتلون الآن منزلا للمواطنين، وبالطبع هذه نقطة تمركز في يعني عندما تندلع مواجهات في هذه المنطقة يتخذ جنود الاحتلال هذا المنزل نقطة تمركز لإطلاق الرصاص مباشرة على نعم بالضبط وقمع الفلسطينيين بالرصاص. سوف نكون معك يا يارا في متابعة. أريد أن أشير سارة في نقطة أخيرة. تفضل نعم. يارا. أريد أن أشير سارة في نقطة أخيرة، إذا تشاهدين من خلفي الحاجز مغلق بالكامل وجميع الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله أيضا مغلقة بالكامل، وعليه هناك أزمة خانقة يشهدها المارين في هذه المنطقة وجميع المناطق المؤدية سواء كانت إلى القدس أو إلى مدينة رام الله. سارة، سوف نكون على كل في المزيد من المتابعة خلال نشراتنا اللاحقة. أشكرك جزيل الشكر مراسلتنا يارا العملة، كنت معنا من حاجز قلنديا.